السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على ديزاين اوف ستيل بيم. احنا زي ما احنا عارفين موضوعات الديزاين بتاخد وقت كبير جدا في التدريس في الجامعة، بس احنا بنحاول نختصر ونقف على الحاجة اللي هي ممكن تكون موضع سؤال في الفاندمنتال اوف انجينيرينج اكزام. فانا هتكلم البيم عامة الديزاين بتاعها طبقا للريفرنس هاند بوك اللي هو بيتحولك، اولا اللي هي الوايت فلانج احنا هندرسها، ممكن نصممها باستخدام الجراف، نخش على جراف معين زي ما هنشوف نصممها على طول، ودي الايزي واي ويفضل ان انت تستخدمها دايما في الحل، او ان انا بخش بعوض فيه قوانين ايكويشن وديت يعني لونج واي. فاحنا هنتكلم على الحاجتين، بس زي ما قلنا هيكون طريقة حلنا بالجراف. الموضوع بمنتهى البساطة ان هو بيقسم الاجهاد الماتيريال الحديد في الكاميرا المحملة لزون اللي هي البلاستيك، وزون اللي هي الان الاستيك، وزون اللي هي الالاستيك. الالاستيك زي ما قلنا دي الكيس اللي هي المحببة لينا احنا، اللي هي بيكون الديفورم تشيب بتاعها تمبرري، يعني بعد زوال الحمل بيرجع الكروس سيكشن لوضعه الاوريجينال. ال ال بي ده رمز ال ال بي ده اللي هو الان بريزد لينس، اللي هو طول الكاميرا. يعني انا لو عندي كاميرا بهذا الشكل، الكاميرا دي طولها ال، يبقى ال ال بي بتاعي اللي هو ب10 يبقى ب10. فلو الكاميرا ديت طولها 10، ال unbraced lens اللي هو الطول اللي هو غير ممسوك من هنا للركيزة دي، من الركيزة دي للركيزة دي ب10. طيب لو انا جيت حطيت بريسنج في النص كده في الاتجاه العمودي على الورقة بهذا الشكل وثبتها في النص، يبقى الـ unbraced lens هيبقى كام؟ هيبقى 5. تمام، هي دي الـ LB. طيب في حاجة تانية لازم تكون عارفها، ان انا بدور على الـ MN او الـ nominal moment للكاميرا علشان اضربه في الفاي، ولازم الكلام ده يكون اكبر من او يساوي الـ M ultimate. الكلام ده طبقا لايه؟ الديزاين بالـ LR FD او اللود ريزيستنس فاكتور ديزاين، ان انا باخد فاكتور اوف سيفتي في الماتيريال وباخد فاكتور اوف سيفتي في الاحمال. تمام. طيب انا في عندي حساب للام ان بقوانين لو شفناها في الريفرنس هاند بوك هنا. الام ان بتساوي كذا لو اقل من او تساوي البي. احنا المفروض اللي احنا بنشتغل عليه ان هي تكون اقل من او تساوي البي. الام ان اقل من او تساوي ال الام بي. تمام. الكيس دي امتى؟ لما تكون ال ال بي اللي هو الانبريزد لينس اقل من او يساوي ال ال ار واكبر من ال ال بي. طيب هو ده القانون اللي احنا بنطبق فيه، لكن انا عندي كجنرال كيس، يبقى اللي انا بطبق فيه ده الكيس دي بتاعتي اللي هي بتاعت الريفرنس هاند بوك الام ان. وفي عندي كيس تانية لما تكون القيمة في الالاستيك، وفي كيس تانية لما تكون القيمة في البلاستيك. احنا بنشتغل على الان الاستيك على الزون دي، وبنطبق في قانون الام ان ده، او بنخش على الجراف زي ما هنشوف مع بعض وبنجيب القيمة على طول. لو جينا بصينا في المعادلة هنلاقي فيه فاكتور اسمه السي بي. الفاكتور اسمه السي بي ده موجود له تيبل في الريفرنس هاند بوك هنا، طبقا لطريقة تثبيت الكاميرا في انهي بحر، هل انا وشكل الاحمال اللي عليها بجيب قيمة السي بي، وهو في الغالب بيعطيهولنا في المسألة. تعالى ما نضيعش وقت كتير
ونختصر الموضوع وناخد أمثلة عليه. المسألة الأولى معانا هنحلها بالطريقتين، طريقة المعادلة، التعويض في المعادلة، وطريقة الجراف. هتحسوا طبعا أكيد إن الجراف سهل وفاون، يعني تقريبا في سطر واحد هتتحل، عشان بس الناس ما تحسش إن الموضوع معقد. يعني بيقول لي إن أنا عندي كاميرا W 24 في 55، الإف يلد بتاعها ب50 كي اس اي، بيقول لي هتستخدم على انها سيمبل بيم، اللزبان بتاعها 12 فيت، وبيقول لي هي هتستخدم علشان تبقى سبورت اليونيفورم لود، يونيفورم ديستريبيوتد لود، وبيقول لي خد السي بي بواحد، بيقول لي وات از ذا موست نيرلي ماكسيمم ديزاين فليكشرال كاباسيتي از ال ار اف دي، يعني هو عايز الفاي في الام ان بكام. تمام. طيب احنا هنخش اول حاجة على التابل بتاع الزد اكس، هنلاقي عندنا في التابل بتاع الزد اكس ان اول سطر اللي هو الدبليو 24 في 55 هنجيب شوية قيم من ضمنها الفاي ام بي، الفاي في الام بي، الفاي في الام بي بكام؟ ب 503، اهي القيمة 503. تعالى ناخد ده معانا نطلع منه القيم زي ما احنا عايزين. ونتكلم على التيبل ده، التيبل ده رائع حتى في الديزاين، في الحياة العملية، يعني تقدر تصمم بيه اي كاميرا وايد فلانش. انا عندي ده التيبل، تمام. انا محتاج من التيبل دوت، انا طبعا شغال على الكاميرا دي، فانا محتاج من التيبل دي الفاي في الام بي اللي هي ب 503، ومحتاج ال ال بي اللي هي ب 4.73، ومحتاج ال ال ار اللي هي ب 13.9، وانا عندي ال ال انبريزد بكام؟ ب 12 فيت. اهم حاجة قبل ما تخش التيبل تبقى عارف ان انت عندك الفاي بي ب 9.10 وهي ب 9.10، وانت شغال على اف فيلد ب 50 كي اس اي، تمام. فانا هيطلع عندي ان ال ال بي اقل من ال ال ار واكبر من ال ال بي، يبقى اقدر اعوض في القانون بتاع الريفرنس هاند بوك اللي هو القانون دوت، القانون ده اللي هو لما تكون ال ال بي بالقيمة ديت تمام اقدر اعوض فيه، عندي كل حاجة معلومة. بس القانون ده ممكن يتحط في صورة ابسط من كده. ازاي؟ لو جيت انت بصيت في التابل، في نهاية التابل اللي احنا كنا فاتحينه بتاع الزد، هتلاقي ان التابل بينتهي بقيمة البي اف اللي هي عبارة عن الام بي ناقص الام ار على ال ار ناقص ال بي، اللي هو في المعادلة اللي هو الترم اللي في الاخر ده. فنجيب البي اف، البي اف بتاع الكاميرا ديت عبارة عن 22.2، يبقى انا عندي كمان ان البي الفاي في البي اف بتساوي 22.2، لان كل القيم ديت اللي هي دي ودي ودي مضروبين في الفاي. طيب يبقى احنا لو ضربنا اصلا المعادلة دي في فاي كلها، يبقى هتطلع لنا في الاخر ان الفاي في الام ان بتساوي الفاي في الام بي ناقص الفاي في البي اف، الكلام ده ال بي ناقص
اللي بيحاول تختصرها هتلاقيها طلعت في الاخر الكلام ده. يبقى هتساوي الفاي في الام بي احنا جبناها من التابل ب 503 ناقص، احنا طبعا شغالين كيبس فيت، ناقص الفاي في البي اف اللي هي ب 22 واتنين من عشرة كيبس فيت، ال بي ناقص ال بي اللي هي هتبقى 12 ناقص 4.73، الكلام ده هيساوي 341.6، يعني تقريبا الإجابة بي 344. طبعا المسألة زي ما انتم شايفين لو انت تقدر تطبق وتخش التابل هتحلها أقل من دقيقة، لكن في طريقة أسهل من كده. تعالى ناخد الطريقة التانية اللي هي بالجراف نشوف هي هتتحل ازاي. لو جينا فتحنا الجراف اللي هو رقم 13 اللي هو فيه ان الاف يلد ب50 والفاي ب90، تمام. لو جيت دخلت على القيمة الأفقية، القيمة الأفقية عندي هنا بتمثل الـ Unbraced Lens. الـ Unbraced Lens عندي في المسألة ديت اللي هو قيمته 12، تمام. وفي عندي الخطوط المايلة دي بتمثل الـ W-هات، فأنا شغال على W24-55، فأنا بمشي على الجراف لغاية لما أخبط في الخط المائل بتاع ال W24-55، وبعدين اروح ماشي افقي يطلع لي قيمة اللي هي مثلا هنا هتكون 341. القيمة ديت اللي هي الفاي في ال MM، يبقى انا جبتها في خطوة واحدة بال Unbraced. يبقى بال Unbraced بخش وبال W بجيب الفاي في ال MM على طول بمعلومية ال CB بواحد والفاي والكلام ده. طب لو كان عاطيني سي بي مش بواحد وده التيبل ده بسي بي بواحد، بعمل ايه؟ if he give me سي بي 1.67 or any value else one calculate the available moment، يعني هضرب هحسبه على انها بواحد واضرب في السي بي 1.6، اضرب يعني المومنت اللي هيطلع لي في 1.67 او اي قيمه هو عاطيها لي، يطلع لي الفاي في الام ان المقابلة للسي بي اللي هو عطوه لي في المسألة، تمام. تعال ناخد مثال تاني. بيقول لي ان انا عندي وايت فلانج 24 في 48، جريد الحديد 50، compressed flange braced 6 feet intervals assume the beam is compacted what is the most nearly available plastic moment capacity of the beam. انا عندي ال W ب 21 في 4 21 في 48، تمام. وعندي الجريد بتاع الحديد 50، وعندي ال LB اللي هو ال Unbraced Lens بكام؟ ب6 فيت. اوكي هنخش على التابل ZX هنلاقي ان الكباستي ب 398. نخش على التابل بتاع ZX خش على W 24 في 48، 24 في 48،
24 آسف أنا كنت بقراها يعني 24، هي 21 زي ما موجود في المثال اللي معانا. 21 في 48، نخش على التيبل بتاع الزد اكس على طول. تمام، هنلاقي إن عند 21 48 البلاستيك اللي هو الام بي، الام بلاستيك مومنت الافيلابل ب 398. يبقى نخش على طول نختار، هو بس عايز اشوفك تعرف تستخدم القوانين ولا لا. 398 يعني تقريبا الإجابة ب 400. تمام، تعالى ناخد مسألة أخيرة على البيم. في بس نقطة في البيم كنت ما شرحتهاش عايز أتكلم عليها، الكاميرا الوايت فلانج لما بتتحمل بحمل بأحمال عبارة عن يونيفورم لود أو هوريزونتال فيرتيكال آسف بالشكل ده، بيحصل هنا مومنت، فالجزء اللي تحت ده بيكون تنشن والجزء اللي فوق كومبريشن. احنا عارفين ان الحديد بيشيل طبعا تنشن، فالجزء اللي فوق بيحصل ممكن يوصل لليلد اللي هي الفلانجة اللي فوق دي، توصل لليلد قبل الفلانجة اللي تحت، وبالتالي بيحصل روتيشن حوالين المين ويب، ده اسمه التورشنال مومنت، اللي هو ما كنتش انا اتكلمت عليه، اللي هو هيلف الكاميرا حوالين الويب بتاعها اللي هو بالشكل ده، اللي هو اللاترال تورشن باكلينج مثلا، اللي هو هيلف بهذا الشكل. تمام، في عندي بقى لوكال باكلينج، بالمرة نقوله اللوكال باكلينج ان يحصل جزء شورت كده في الفلانج السفلية. تمام، زي لوكال، هو ده اسمه اللوكال باكلينج، عشان ممكن يجيب لك صورة ويسألك ايه هو فتبقى عارف يعني ايه اللوكال باكلينج. زي مثلا لما يكون عندي كولوم ستيل بهذا الشكل، لو حصل فيه باكلينج ده باكلينج عادي، لكن ممكن يحصل لوكال باكلينج في الويب نفسه، حتة كده في الويب بتلف، ده نتيجة انها وصلت لليلد قبل لما القطاع بالكامل يوصل لليلد. المسألة الأخيرة اللي معانا بيقول لي ان انا عندي كاميرا معمول لها عبارة عن 30 فيت، معمول لها بريزد عند كل تلت ليها، وبيقول لي انا هشرحه بس بسرعة عشان ما نطولش، ان ال W ب 21 في 44، وبيقول لي ان ال CB ب1، وبيقول لي ال F يلد ب50، وهي معمول لها بريزد عند يعني ال LB بكام، ب10. فانا لو دخلت على التيبل هلاقي تقريبا ال 21 44 دي بره الجراف، اسف لو دخلت على الجراف هلاقيها بره الجراف. فممكن نطبق في القانون على طول بتاع الفاي في الام ان، هتساوي الفاي في الام بي البي اف ال ال بي ناقص ال ال بي. انا عندي الفاي في الام بي من التيبل بتاع الزد اكس هيطلع ب 359 بمعلومية الكاميرا، الكلام دوت ناقص 15 في ال ال بي، برضو البي اف هتبقى ب 15، ناقص ال ال بي في ناقص ال ال بي اسمه بلاستيك، هيبقى 10 ناقص 4 45. طبعا برضو ده من التيبل، يعني احنا عرفنا نحسب دي قبل كده، يبقى الفاي في الام ان
بتساوي 275 في و7.75 فيت كيبس. هو عايز ال W. طب انا عندي ال W ultimate بتساوي، انا عندي ال M ultimate اللي هي بتساوي ال 5 في ال M N اللي انا حسبتها اهي، بتساوي W ultimate L تربيع على 8. يعني ال W ultimate هتساوي ال 8 في ال 5 M N على ال L تربيع، يعني هتساوي 8 في 275، 75% على 300 على 30 آسف كل تربيع، هيطلع 2.44 الإجابة ب. تمام. معلش أنا حليت المسألة بسرعة عشان ما أطولش. الفاي في الام ان ديت زي ما قلنا في نفس المثال الأولاني حسبناها نحسبها، هي الفكرة الرئيسية للمسألة هي الفكرة ديت، إن أنا أطلع الـ W ultimate وأجيب قيمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.